خلي نشاهد أيضا احتفالات لجماهير بغداد بالفوز وتأهل منتخبنا الوطني، بالتأكيد متابعة سجاد بسام ومحمود الناجي. يلا إيران إن شاء الله نفوز 4-0 إن شاء الله. مبروك للعراقيين جميعا إن شاء الله، مبروك مبروك لكل العراقيين، مبروك إن شاء الله. بترابك نموت وما نبيعك يا عراق، بشر يا وطن ما تاب الجرح البيك، ما واحد يجاك وجرحك يشله. من نقول قرن نزيد نحو الأكثر، نسجل أكثر، وان شاء الله القادم افضل رغم مباراتنا مع ايران، مباراة تكون قوية. كلنا هنا موجودين وواحد يحب الله وكلنا نفرح سوية وكلنا نهوس سوية، يعني انا زميلي وقاعد وياي ما اعرفه من يا طائفة وكل هدفه نسمه واحفظنا والله العظيم. منتخب العراق كلنا امل بي ان شاء الله للنهائي، ان شاء الله منتخب كلنا امل بي، لان منتخب يلعب بروح رياضية وان شاء الله بامتياز، وان شاء الله نشوفه بالنهائي. مبارك للشعب العراقي هذا الفوز العظيم، ان شاء الله تأهلنا ان شاء الله صدارة المجموعة. مبروك للشعب العراقي، مبروك للاعبين، فوز مستحق، اداء اكثر من رائع. عندنا مباراة مهمة مع المنتخب الايراني، المنتخب الايراني من المنتخبات المرشحة لكأس آسيا، بس ان شاء الله قادرين على تجاوز صدارة المجموعة. حصل 3 نقاط والف الف مبروك التأهل، وان شاء الله يا رب الموفقية بلعبة ايران، هم تنحصل 3 نقاط.